درعا نعيمة 30/1/2013. الدمار الذي لحق بمسجد أبو بكر الصديق. الله أكبر. درعا نعيمة 30/1/2013. جامع الصحابي الجليل أبو بكر الصديق. الله أكبر. الله أكبر. تم قصف هذا المسجد من الكتيبة 99 دبابات، وهذه هي الكتيبة التي قامت بقصف المسجد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المساجد تقصف يا رب. الله أكبر. 30/1/2013 درعا نعيمة مسجد أبو بكر الصديق. الله أكبر. الله أكبر.